يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا من مدينة خرفكان وبالأخص من سوق سمك مدينة خرفكان. متواجدين هنا لنعرفكم على شخصية من الشخصيات التي ما زالت محافظة على مهنتها إلى يومنا هذا. تعالوا خلونا نتعرف عليها. أنا موظف متقاعد من جهة حكومية، فالفراغ كبير عندنا نحن، فلازم إن احنا نشغل الفراغ هذا. فعملت لي دكان سمك لأن عندي معرفة في هذه التجارة، فبدأت فيها والحمد لله رب العالمين من يوم تقاعدت لليوم وأنا مستمر فيها. في منافسة في السوق، لأن الآسيويين لازم يبون يخلون لهم الجو، لكن الحمد لله رب العالمين قدرت أني أنا عن طريق التواصل الاجتماعي والمجتمع اللي المحيط فيني واللي سمع عني، الحمد لله رب العالمين قدرت أني أنا يعني أمكن نفسي في السوق والأمور طيبة الحمد لله رب العالمين. شوف السوق، الأسواق عامة التجارية لازم يكون فيها منافسين، تجار منافسين، فإذا أنت تقدر تمكن نفسك في هذا السوق اللي أنت عامل التجارة فيه، لازم يكون عندك خطط، حط الخطط هذه حتى أن أنت تبعد المنافسين عنك. أنا عندي معاش تقاعدي في البداية وبدأت في الشغل هذا، لما تمكنت أصبحت أني أنا ما محتاج الراتب التقاعدي، أصبح المنافس يخاف مني لأن خسارته هو من وين بيجيب له البديل. أنا عندي البديل موجود، نفس التاجر اللي يعمل له رأس مال كبير، فأنا أصبح عندي رأس المال اللي مستمر يعني اللي هو الراتب التقاعدي، فما كان عندي أي خوف. وبعدين البداية دائما تكون ستيب باي ستيب، يعني شوي 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 شوي، لأن أن أنت توصل. أول شيء في العملية هذه كسب العميل، أنت مجتمعك كبير وأنت مواطن، فالمواطن يبغي يأخذ الثقة من وين؟ أكيد يأخذها من المواطن. فلما أن أنت تكون في خدمة هذا المجتمع، خاصة المواطن المجتمع الإماراتي، والشغلة هذه شغلة خليجية، فالمواطن الإماراتي أو الخليجي لما يجي يكسب الثقة على طول. ليش؟ لأنه قاعد يتعامل مع واحد راعي خبرة. أول شيء أنا من 7 سنوات في البحر، ونحن يعني أهل بحر من الأساس، وهذه الشغلة توالمنا نحن ما توالم غيرنا. فعلى طول أني أنا لما أجي في الشغلة هذه أشرح حق العميل نوع السمكة تصلح حق شنو من الطبخ، يعني هو اسهل عليه العمليه. مثلا الحين عن طريق التواصل الاجتماعي يسالني العميل اللي يقول لي شو عندك حق مثلا الصالونه، ما اقول له يعني ما تردد في الموضوع، عندي هامور، عندي 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 الاسماك اللي تصلح حق الصالونه، حق المقلي نفس الشيء، حق المشوي نفس الشيء، وفي بعض الاسماك يعني تجي من برا نفس السبريم والسلمون والسيبات، هذه الاشياء المشاوي تجي من خارج الدول لانها مش متوفره عندنا، فهذه كلها تربيه. فانا افضل الاسماك المحليه يعني اكثر من التربيه، لكن العميل يبغي شيء معين. مهنة صيد الأسماك هي مهنة الآباء والأجداد، والوالد فهد الحمادي ما زال محافظ عليها إلى يومنا هذا.